هل موسى نقل العبادة المصرية واعطاها صبغة يهودية؟ If the Bible said homosexuality is sin, then it is sin. Has authority. كتير قوي من اللي تحولوا من الديانات الأخرى إلى المسيحية اللي غيرهم الكتاب المقدس. لما أجي أقول الكتاب المقدس فيه ميثولوجيا، يبقى إيه الفرق بينه وبين جلجاميش؟ ابعد عن البورنوغرافي، ابعد عن أي تنتيشن، ابعد عن أصدقاء السوء، لأن مفيش حد هيجي بعد المسيح يقول لنا تروث أكتر من المسيح الهولبة. تعمل إيه؟ أنت رايح بمفردك عندك شفش مقطوع، إيه إمكانياتك؟ يعني أكيد المحاضرة دي هتتهاجم على السوشيال ميديا. يعني أنا لو أنا تنازلت عن الإيمان ده، يبقى أنا بتنازل في حق المسيح. شكراً للهراطقة لأنهم بأرائهم الهرطوقية أبرزوا لنا جمال الأرثوذكسية. ازيكم يا شباب؟ صحصحين؟ ده أنتوا اللي منورين. اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنست. فرحة كبيرة أني يكون لي فرصة أجي أحضر معكم هذا اللقاء في ضيافة سيدنا أنبا ديفيد وبرعاية سيدنا أنبا يوسف، وحضوركم جميعا أباء وخدام وخادمات وأباء وأمهات وشباب. وفي البداية بعتذر للشباب أن هتكلم عربي لأن أنا فلاح جاي من صعيد مصر. طبعا أنا فعلا الموضوع بتاع المؤتمر المرة دي حاجة جميلة جدا ومشجعة أن احنا نركز فيها قوي، Faith, Truth and Life، خصوصا دي حياتنا. المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة، فالمسيح احنا هنتكلم ده عن المسيح. إذا كنا هنتكلم عن Faith, Truth and Life بنتكلم عن المسيح. ولما نتكلم عن المسيح يجب أن نقترب من منتهى الخشوع لأنه هو إلهنا الصالح. وبرضو إذا كان النهاردة المحاضرة الأولى عن الكتاب المقدس والأباء وساينس ميثولوجي، موضوع كبير جدا ممكن بيتاخد مثلا في كورسات ضخمة في كليركية أو معاهد لاهوتية، لكن أنا عايز أقول إحنا إيه الهدف من الموضوع ده في بداية المؤتمر. سؤال واحد يسأله نفسه، كيف وصل إلينا الإيمان؟ يعني إحنا مؤمنين بحاجات وعايشين فيها ومطمنين إن هي صح، وصلت لنا إزاي؟ يعني إزاي البشر عرفوا إن الله موجود؟ وإزاي إحنا عرفنا إن الله ثالوث؟ وعرفنا ازاي ان الله تجسد، هو فعلا ده الله اللي تجسد؟ عرفنا ازاي ان اللي بين ايدينا هو فعلا كتاب مقدس موحى به من الله؟ عرفنا ازاي تفسير النصوص الموجودة في الكتاب المقدس؟ الايمان اللي وصل الينا، ارجو في بداية كلامنا نعرف ان هو مش مجرد اقتراحات او استنتاجات أو اكتشافات أو ادعاءات. يعني واحد بيدعي إن الله موجود نسي مشيت وراه، أو واحد قاعد يبحث في معمل لغاية لما اكتشف إن الله موجود فقال لنا عليه، أو واحد قاعد ساعة العصاري، العصاري دي مترجموها إيه بقى، وشرب كوباية قهوة تقيلة وعادي مخمخ وقال لك ما تيجي نقول في ربنا، هو اقترح علينا هذا الاقتراح. يعني او واحد قاعد يبص على الخليقة فاستنتج ان في الله. حقيقة احنا لا يمكن ان نصل الى معرفة امور الهية عن طريق البشر، الذهن البشري لا يستطيع فهم ما هو الهي.
وهقول لكم الكمباريزون. ممكن النجار اللي شغال في النجارة يفهم أنواع الخشب، لكن الخشب ما يفهمش النجار. إحنا كده، إحنا صنائع، إحنا خلائق وهو الخالق. بس هي الفرق بين الخشب والنجار وإحنا وربنا إن إحنا عندنا عقل، والعقل بيفهم، الخشب ما عندوش عقل. بس مهما كان العقل بتاعنا جبار، لكن هو هيفهم في حدود ما هو مخلوق، مش هيفهم في حدود ما هو من الخالق، إلا ما يعلنه لنا الخالق. الأجهزة اللي قدامنا دي أنا عارف كل اللي فيها، لكن هي مش عارفة مين أنا، لكن ممكن بديها معلومات عني، بكتب النيم وأكتب الباسورد، وممكن حاجات بتفتح بالبصمة، وفي حاجات بتفتح لما يشوفني يفتح لي، ما يشوفش سيدنا أما يوسف يقول له لا ما عرفكش كده. فالأجهزة بتعرف، بس بتعرف اللي إيه، اللي إحنا حطنا الداتا اللي حطنا. لكن زي ما بيقولوا الكمبيوتر ذكي جدا وغبي جدا، صح؟ ذكي جدا لأنك تديله أي حاجة يحلها لك، بس غبي لأنه ما يعرفش يستنتج أو يتوقع أو حاجة، هو أي غلطة ممكن تخليه يعمل نتيجة غلط، ما يتوقعش أن أنت غلط ويصحح. لا، هو صحيح في أجهزة دلوقتي تعمل لك سجيشن أن أنت تقصد كذا، لكن مش هيوصل كمبيوتر مهما كانوا عملوا الروبوت والحاجات الذكاء الاصطناعي دي، مش ممكن يوصل إلى الإنسان اللي عمله. الناس بتخاف يقول لك لحسن الكمبيوتر والأجهزة دي تسيطر على العالم وبعدين يموتونا. السيطرة في إيد الإنسان، هو اللي بيعمل. نفس الحكاية، الله سيستم تاني خالص غير كل الخليقة. عشان كده معرفة الله يجب أن تكون معرفة إعلان. هقرأ لكم نص من إنجيل متى شابتر 11. أنا هقرأ بالإنجليزي، حكيت بقدام الإنجليزي. At that time Jesus answered and said, I thank you Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and prudent and have revealed them to babies. Revealed, the revelation, مش استنتاجات. وخبها عن مين؟ اللي مفكر نفسه ناصح، اللي هم الحكماء والفهماء، wise and prudent. اللي مفكر نفسه بيفهم قوي، تلاقي معرفة الله الحقيقية غابت عنه. هيبقى عارف بس حد غير ربنا، أستاذ في اللاهوت وبيتكلم في لاهوتيات في منتهى العمق، بس هو بيتكلم عن حد غير ربنا، لأنه دخل دماغه في الموضوع، حط فلسفي، ما حطش الإعلان الإلهي، دخل. أنا عمال أسأل نفسي، هو ليه المسيح لما تجسد اتولد في بلد فقيرة ولما حواليه حبة ناس غلابة؟ وقتها كان في اليونان في حضارة وفي فلسفة، وفي مصر كان في حضارة وفلسفة. لو المسيح ولد في اسكندرية كان هيلاقي فلاسفة يبقوا تلامذته، جمع 12 واحد رجالة كده، الواحد يفتخر ان احنا اللي حطولنا اساسات الايمان فلاسفة عظماء او بتوع اليونان. لكن هو عمل حاجة بالعكس، اتولد في بيت لحم وعاش في الناصرة. الناصرة بلد غلبانة، وأخذ معظم تلاميذه من بيت صيدا، كلهم صيادين. الوحيد اللي كان من أورشليم وكان من اليهود وكان كده يهوذا، يهوذا يهودي، الباقيين جليليين وصيادين سمك. طب انت يا رب ناوي تعمل ايه؟ يقول هعمل أكاديمية. طب هات ناس بقى highly qualified، يعني عشان يعملوا حاجة. ده انت هتحط البيزس بتاعت الإيمان عن طريق الناس دول. النهاردة اللي بيدرس دكتوراه في اللاهوت بيرجع لبطرس قال إيه في رسالته. بطرس ده كان إيه؟ صياد سمك. يوحنا، لا بطرس ده غلبان، ده يوحنا كتب لنا إنجيل يوحنا وسفر الرؤيا، مش كان ده صياد سمك؟ ابن زبدي اللي عندهم سفينة وساب السفينة وجمع المسيح.
وهل المسيح قبل ما يخليهم يكتبوا أسفار المقدس اداهم كورسات في أي حاجة؟ عمل كونفينشن كده وجاب الناس وعلم حاجة في منتهى البساطة. ليه؟ لأن احنا للأسف كلما تعلمنا كلما دخلنا رأينا في الموضوع، لكن لما أكون غلابة هقعد أسمع أقول الله كلام حلو جدا. طب يبقى الكنيسة تعلم ولا متعلمش؟ لا تعلم. ليه بقى؟ علشان الناس الغلابة اللي مش عارفين يفهموا الصح، ما يجيش واحد يتكلم غلط يقولوا كلامك حلو وجميل ومعزينا. لا. طب مين المعلم اللي كان بيسلم الإيمان للأباء الرسل؟ المسيح نفسه. طيب احنا بقى مش خايفين عليهم ان يعلمهم حاجة غلط، صح؟ فراح جابهم ناس على البلاطة. على البلاطة تترجم ازاي؟ from zero point او minus، ناس غلابة، عشان لما يقولهم حاجة ينبهروا ويندهشوا ويحفظوها ويقولوها وما يدخلش فيها رأيه، لان هو غلبان اساسا ما عندهش رأي. ممكن اخد رأيه في صيد السمك، حتى دي المسيح قال لهم دي انتم مش عارفينها، انا هخليكم تصطادوا احسن مني من خبرتكم. يا معلم تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء، لكن على كلمتك. طب دي انت جيت في ملعبنا، انت جيت في الحتة بتاعتنا. قال لهم لا، حتى خبرتكم دي انسوها، لاني انا عندي الصح. وهما كانوا في الحقيقة امناء، عشان كده يقول الكتاب المقدس ان احنا مبنيين على اساس اول حاجة قال الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. فهنا هرأى تاني النص ده أو كمله، يعني you have hidden these things from the wise and prudent and have revealed them to babes. Even so father, for so it is seemed good in your sight. انت حاجة كويسة في عينيك ان احنا تديها للناس الغلابة. All things have been delivered to me by my father and no one knows the son except the father. Nor does anyone know the father except the son and the one to whom the son wills to reveal him. ماشي كده؟ حدش يعرف الابن الا الاب. يا قديس اثناسيوس حللني وما تزعلش مني، انت ما تعرفش الابن، الاب بس هو اللي يعرف. ومحدش يعرف الاب إلا مين؟ دي منطقية، لأن هو مساوي للآب في الجوهر، يعرفوا بعض، يعرفوا بعض قوي. معرفة أبسولوت ولا نسبية؟ أبسولوت. طب هنقعد إحنا نتفرج عليه الرب ما نعرفكش؟ يقول لا. And the one to whom the son will to reveal him. الإنسان اللي ربنا هيعلن له. طب أنت هتعلن لمين؟ قال لنا قبلها هيعلن لمين؟ للناس الغلاب اللي هو مش بيدخل راسه في الموضوع. فإحنا معرفة الله تصل إلينا عن طريق الإعلان مش عن طريق الاكتشافات، وده منهج خلي بالكم غير العلم خالص. حتى في العلم ركزوا معايا في المعلومة اللي تأمل فيها دي. العلوم اللي بتدرس في الجامعة مش كلها زي بعضها، يعني في علوم تأتي بالاكتشافات زي الكيمياء وزي الفيزياء وزي الأدوية والحاجات دي. في علوم تأتي بالتلقين، يعني واحد بيعلمني أصول الصنعة زي مثلا اللغات. انتوا لما جيتوا هنا أمريكا كنتوا بتنطقوا إنجليزي زي حالاتي بالطريقة الفيومي والطريقة الأخميمي والطريقة البحيرة، صح؟ لكن عيالكم لما طلعوا استلموا النطق باللكنة الأمريكاني اللي هي بتختلف عن أستراليا وتختلف عن إنجلترا. ففي علوم تيجي بالتلقين مش بالاكتشافات. فيش حد فيكم هيكتشف كلمة جديدة في اللغة الإنجليزية، أو واحد أخذ دكتوراه في الإنجليزي لأنه ألف لنا قاموس جديد. في علوم بياخد الدكتوراه او بيبقى عالم او بياخد جائزة نوبل لان هو عامل لنا حاجه جديده. لكن في علوم بيقيم العالم بقد ايه عارف الاصول، مش بيخترع حاجه جديده. وفي علوم اخرى زي الجغرافيا
محدش هيخترع خريطة جديدة، لكن هو قيم على انه عالم استاذ، انه حافظ كل جغرافية العالم، حافظ عارفها، ولما يعني بنحتاج حاجة بنروح نلاقي الإجابة حاضرة عنده. وهكذا في العلوم تختلف الحكاية. إذا كان العلوم الوضعية اللي هي جامعة بتدرسها تختلف من علم العلم، كم يكون بالنسبة لمعرفة الله؟ هي دي الغلطة اللي بتوقع الملحدين، يقول لك اثبت لي أن الله موجود. هو عايز يثبتها له بالمعمل. افتكر حاجة تضحككم، في مرة كنت في مؤتمر عندنا في مصر، بعدين أب كاهن جي قاعد جنب كده، قال لي عمال بندردش، قال لي التعليم عندنا باظ في الصعيد، فأنا عايز أسمع باظ في إيه. قال لي العيال مش عارفين الرغت من اللفت. أنا بس ساعتها ما قلتش إيه، لحظات لعنا كمان مش عارف الرغت من اللفت. قعدت افكر شويه كده، هو بيقصد ايه؟ أتاري عايز يقول ما يعرفش الرايت من الليفت. ده بقى عمل ايه؟ اقترح ان ار اي جي اتش تي تتنطق رغت. هو اقترح. عندكم اعتراض؟ هو مشكلته انه ما استلمش. عرفتوا الفكرة؟ مشكلته انه ما استلامش، هو اقترح، حط القواعد بتاعت القراءة. R تتنطق ر، الاي تتنطق ي، جي اتش تتنطق غين، حد يعترض؟ وبعدين فبقت رغت في نظره. طبعا مش عارف انت هاي ازاي، هغ ولا طبعا ده ممكن ياخد دكتوراه في اللغة الإنجليزية لأنه اخترع نطق جديد لكلمة موجودة من زمان. المشكلة ان ده اللي بيعلم. المشكلة ان هو هيعلم، لو بيعلم الناس بالطريقة دي، او لو المدرس في المدرسة هو اللي علمهم كده، ما تعرفش. شفتوا بقى دي على طول بوصل لكم حتة ان احنا في الإيمان ما ينفعش اني اقترح واكتشف وازود وحسن وعدل عشان ابقى من علماء اللاهوت. إذا كان علماء اللغات بيكونوا علماء لأنهم عارفين أصول اللغة والنحو والصرف والجرامر، ففي الإيمان كذلك الأمور هي إعلان من الله للناس. يقول معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 1:1، God who at various time and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets. الله اتكلم مع الآباء بالأنبياء. والنص اللي قاله أبونا وسيدنا، الإيمان المسلم مرة للقدسين، حاجة استلمناها. فالإيمان أصلا قبل ما الكتاب المقدس يكتب وصلنا إزاي؟ التواتر. مش عارف التواتر دي تقال إزاي بقى بالإنجليزي، يعني هي اللي هو التواصل من جيل لجيل، ماشي، يعني المعلومة descended from grandfather to father to son transmitted. يسموه في العربي التواتر. يعني عرفت ازاي؟ يقول لك ابويا قال لي. طب ابوك عرف من فين؟ جدي قال. تواتر من جيل لجيل. بصوا هقرا لكم نص في ايوب اصحاح 8 من عدد 8 من عدد 19. For inquire, please, of the former age, and consider the things discovered by their fathers. For we were born yesterday, and know nothing, because our days on earth are a shadow. ده الإنسان المتواضع. اسأل الناس الأولانيين وتأكد من ما وصلوا إليه من معرفة، لأننا نحن من أمس ولا نعلم. إحنا لسه ولاد مبارح، التعبير ده بنقوله في مصر، أنت يا ابن وابن مبارح.
كلنا أولاد امبارح، يعني لسه صغيرين بالنسبة للأجيال الكثيرة اللي جت على الكنيسة. وفي سفر التثنية ربنا يقول لموسى Remember the days of old. Consider the years of many generations. Ask your father and he will show you your elders and they will tell you. اذكر ايام القدم، تأملوا سني دورا فدورا، اسأل اباك فيخبرك وشيوخك فيقولون لك. اذا هم استلموا، يعني اول سؤال يجي على بالنا، احنا في سفر التكوين بنقرا ان هابيل قدم ذبيحه، عارفها من فين؟ من ادم. طيب قايين عرف ولا ما عرفش؟ عرف بس دخل دماغه في الموضوع. ادي المشكله، يعني ربنا قال له اعمل لنا ذبيحه، يعني لما تقترب الي هات خروف اذبحه واعمل ذبيحه. فهابيل اشتغل راعي غنم، فكان منطقي ياخد من الخرفان بتاعته احسن خروف يقدم ربنا. التاني اشتغل فلاح بيزرع الارض، فهو دخل في دماغه قال لك اذا كان هو قدم من الشغل بتاعه هقدم من الشغل ده، اجيب حبه مزروعات الارض اقدمها لربنا. هنا الفرق بين واحد استلم وبينفذ، واحد استلم وبيفنن. عشان كده ربنا نظر الى هابيل ولم ينظر الى قايين. وهنا باي ذا واي تعرفوا المعلومه دي، هو هابيل بيرعى غنم ليه؟ يعني النهارده اي واحد بيربي مزرعه مواشي او غنم ليه؟ عشان ناكل. طب وقتها كانوا بياكلوا لحوم؟ اكلوا اللحوم من امتى؟ من بعد نوح. طب انت يا هارون، انت يا هابيل بتربي الغنم ليه؟ عشان اقدم ذبيحه. يقولوا اول مكرس على وجه الارض هو هابيل، شغلته عشان يخدم ربنا، مش عايز حاجه من الدنيا غير ان ربي في خراف يقدمها لربنا. اخوه بقى انشغل شويه بالاكل، فعشان كده دخل دماغه في الموضوع، بوظ الديمونستريشن ربنا عايز يعملها. ما دي كانت اشاره الى ذبيحه المسيح. فهابيل عرف من ابوه، ونوح عرف من ابوه، كلهم المعرفه نازله من ادم الى الان. لما حد يقول لي ده عندنا في مصر قدماء المصريين عبدوا الله بالطريقه بتاعتكم يا مسيحيين، انتوا اخذتوا الكنيسه ورسمها من معابد الوثنيه، ده في هناك قدس وقدس اقداس وفي كل اللي انتوا بتعملوه. هل موسى نقل العباده المصريه واعطاها صبغه يهوديه؟ ده الاتهام بيتقال كده. مش هم كانوا عايشين في مصر؟ قعد موسى 40 سنه في مصر وكان عايش في قصر الملك ومختلط بالعبادات الوثنيه. اول ما طلع عمل خيمه الاجتماع زي المعابد اللي بتزوروها في الاقصر لو جيتوا مصر، وفيها قدس الاقداس والقدس وفيها الكهنه وفيها كل ما انت تتخيل. الاجابه هي لا، المعلومه واصله من ادم ونازله في كل الاجيال ان في اله وفي عباده وفي كهنه وفي ذبايح وفي ابديه. المصريين القدماء كانوا نشوفوا الحفله بتاعه المومياءات حاجه فخر، يعني هما بيؤمنوا بالبعث اللي هو ريزركشن. هل احنا المصدر بتاعنا كان قدماء المصريين؟ لا، لكن المصدر هو الله. عشان كده برضو في السكه هناك فرق بين ما ورد في الكتاب المقدس وما ورد في ميثولوجيا الشعوب. هقول لكم الحكايه دي تتفهموها ازاي. دلوقتي لو ان سمعنا خبر ان في الهاي واي الحته الفلانيه حادثه ضخمه جدا وعربيات خبطت في بعضيها وناس كتير ماتت ودم والشوارع متلخبطه عشان في امطار وفي مشكله، الخبر ده صح ولا غلط؟ ما نعرفش. بس وصل لنا واحد قلنا له ايه الحمد لله بالسلام ده احنا سمعنا، قال ابدا في عربيه حكت في عربيه. انتوا عارفين الناس هنا تنقل الاخبار بطريقه مضخمه. اذا ما وصل الينا هو ميثولوجيا، لكن اللي كان عند الحدث قال لنا الحقيقه. دايما كده في كليات الاعلام بيعملوا لعبه للطلبه
مش عارف شفتوها قبل كده ولا لا، على فيديو بنعملها احيانا في المؤتمرات، ان يقف طابور كده الوش في الظهر، اول واحد يضير وشه يبص للقائد بيقود اللعبه فيعمل له حركات، مثلا صحيت من النوم وبغسل وشي ولبست هدومي ونزلت، فهو فهم ايه، قال هو بيعمل بالحركات خلاص، هو فهم على قد ما فيه، فيتضير ويخبط على كتف اللي قدامه فيبص له، يعمل نفس الحركه اللي سمعها او شافها في المعلم، وبعدين يتضير وده يعمل كده لغايه ما نوصل لاخر واحد، تلاقي اللي بيعمله غير اللي هنا خالص خالص، لان كل واحد اضاف اليها ما فهمه. ومجرد اول غلط اول واحد حرف الموضوع غير اتغير. في فيديو عليه، فيديوهات عليها في اليوتيوب هتلاقوها لذيذه جدا، يعني تقدروا تعملوها للولاد في مدارس احد، عشان نعرف ان احيانا تبقى المعلومه المتواتره في السكه بيحصل لها تغيير، كل واحد يضيف عليها انطباعاته وما فهمه وما يرجوه وما يصبو اليه وكل الحاجات دي. طيب، خلقة الكون آدم عرفها من ربنا، وقصة السقوط آدم عايش فيها، والوعد بالمخلص اللي هيتولد من عذراء اتعرفوا آدم، وكل والذبايح وكل حاجة. فآدم علم ولاده، طبعا الأجيال بتكتر والشجرة بتتفرع، فوصلت الحكاية إن في عبادة أوثان وفي تعدد آلهة، سلوس فهمون تعدد آلهة وصل لهم كده، وان في صراعات بين الالهه، وان في مش عارف ايه، وان احنا نقدم ذبيحه علشان نضمن ان الاله ما يغضبش علينا، نتقي شره. طب المعلومات وصلت غلط، لازم ناخد وكاله انباء صادقه تعرف لنا الخبر ايه. فراح ربنا قال لموسى، بقول لك ايه، سيب لي الدنيا وتعالى لي فوق جبل 40 يوم احكي لك. هو ربنا موسى لما طلع فوق جبل 40 يوم كان بيعمل ايه؟ ما بيسمع من المصدر. اكتب يا موسى اللي حصل بالظبط، انا اللي عملت ده يا موسى، انا مش بحكي لك حكايه انا سمعتها، ده انا اللي عملت ده. والله طبعا كان معاصر لكل الاحداث لان الله ازلي. اذا موسى هنا بياخد من المصدر. كل الشعوب عندها ميثولوجي، وتلاقي في ملحمه جلجميش، حد سمعناها؟ ملحمه جلجميش دي فيها قصه الخلق وفيها قصه الطوفان وكل حاجه، بس باسامي تانية وتفاصيل تانية وخيالات، دي اسمها ميثولوجيا. لما اجي اقول الكتاب المقدس فيه ميثولوجيا، يبقى ايه الفرق بينه وبين جلجميش؟ يبقى زي ما الشعوب وصل لها اخبار مش مظبوطه وكتبوها في كتبهم وكانوا بيغنوا بيها، ملحمة دي معناها بيقعدوا بقى زي المواويل عندنا في مصر، يقعد يغني بيها قصة طويلة والناس تقعد متمزجة ومبسوطة يحفظوها. فالحكاية ان ربنا لما شاف ان المعرفة الإلهية زاغت عن البشر، جاب موسى وقعد معاه 40 يوم. الله ممكن يعرف موسى في لحظة، الله فوق الزمن، لكن كأن بيقول له يا موسى اللي باظ محتاج تعديل، كل المعلومات اللي وصلت للناس مشوهة، فيها جانب صحيح، يعني في إله، كل الشعوب بتقول في إله بس مش عارفينه، وفي سلوس بس تحول عندهم لتعدد آلهة، وفي ملائكة وفي أرواح وفي قيامة، أعرفك الصح يا موسى. ازاي بعد ما موسى يكتب لنا المعلومات الصح من عند ربنا، حد يتجاسر ويقول هذه ميثولوجيا؟ ايه الفرق بينه وبين الاخرين؟ اول معلومه نعرفها كده ان المعلومات وصلت متواتره، لكن جايز يكون فعلا في السكه حصل تحريف. عشان كده في سفر ارميا اصحاح 6 عدد 16، Thus says the Lord, stand in the ways and see, and ask for the old paths, where the good way is,
and walk in it. Then you will find rest for your souls. لما يكون واحد طبعا قبل الخواجة جوجل ما يطلع علينا واحد رايح كونفنشن زي كده وقالوا له على عنوان وهو ماشي في السكة حاس انه تايه اول حاجة يوقف من تايه اقف واسأل عشان كده قال stand in the ways and see يعني بص حواليك شوف انت ماشي فين and ask for the old paths. شمعنا الاولد باثس لانها ياما ناس عدت فيها ممكن انا اخترع طريق اقول لا انا عارف يا ابني انت هتوهنا انا عارف طب احنا عمرنا ما مشينا في السكك دي انا عارف ممكن تتوه لما هتسال تقول where the good way is. good way يعني ايه؟ تخيل عندنا في امريكا هنا زي مصر بالظبط كل الشوارع جميله ونظيفه متسفلته و... صح ولا غلط؟ بس مش كلها جود واي بالنسبه لي لانها توصلني حته تانية. خدي بالك انت بتدخل المطار ميني جيتس كلهم حلوين كلهم جود جيتس بس مش اي واحده بالنسبه لك هتبقى جود. انت رحت عند جيت مش هي دي اللي بتوديك. وعشان كده دايما في البورد يقول لك خلي بالك الجيت ممكن ايه تتغير. فالواحد يبقى عينه على السكيدول باستمرار لالا يغيروا جيت. ولو غيروه بيقعدوا يقولوا وينبهوا على الناس. لكن واحد مصر على انه هيروح جيت على مزاجه. طب ما الطيارة هتوديك في حتة تاني. عشان كده المسيح قال انا هو الطريق. الكلمة اللي قالها سيدنا من شوية. الالف واللام دول معناها ما فيش غيره. ما قالش انا طريق. يعني بوذا طريق ويسوع طريق ومش عارف مين طريق لا هو الطريق. وقال انا هو الباب والجيت الوحيده اللي يركب في الطياره توصل السماء. اي جيت تاني هتودي حته تاني. عشان كده قال وانت ماشي ستاند ما تكملش في الغلط وبعدين سي شوف حواليك ask for the old paths where the good way is and walk in it then you will find rest for your souls. استريح. تخيلوا بقية النص يقول ايه but they said we will not walk in it. مش هنمشي في السكة بتاعت الناس القديمة. We will not walk in it. طب ليه؟ عشان انا حبش حد يتحكم فيه. في مرة واحد قال هذا التعبير قال هم الاباء دول يتحكموا فينا هم عايشين ويتحكموا فينا بعد ماتوا. ايه يعني؟ هو تحكمات. هو انا لما اقول خلي بالك الباب ده هيوديك على حتة غلط بيتحكم فيك. هو الدكتور لما يقول لي ما تاكلش الحاجة الفلانية بيتحكم فيها. عشان كده الإيمان بحسب هذه النصوص هو طريق أكثر من كونه مفاهيم ونصوص. الطريق. فاستلمنا الإيمان من أبائنا وجه ربنا عند موسى عمل محطة علشان ينقل الخبر المزبوط وصار منذ ذلك الوقت الكتاب المقدس هو المصدر الموثق والموثوق للمعلومات والحياة مع الله. عشان كده يقول معلمنا بولس لتلميذه تيموثاوس and that from childhood you have known the holy scriptures which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. بعدين قال all scripture is given by an inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete thoroughly equipped for every good work. هنا معلمنا بولس وهو بيمدح تيموثاوس بيقول له ان انت منذ الطفوليه تعرف الكتب. بيدينا رساله ان انت عشان كمان تبقى حلو زي وامدحك تعرف الكتب المقدسه. وقال ان هذه الكتب قادرة ان تحكمك للخلاص بالايمان
الذي في المسيح يسوع. وبعدين معلومة، كل الكتاب هو محي به من الله. لما يجي واحد يقول لي بقى ميثولوجيا وبتاع، اقول له ازاي يعني؟ ده الكتاب بيشهد لنفسه ان كل الكتاب موحى به من الله، انسبايرد. وبعدين هيطلع لي واحد يقول لي بس العهد القديم خلص، ودلوقتي احنا في العهد الجديد. هناك احبائي محاولات كثيره من ناس معلمين في الكنيسه للاسف لخفض هيبه الكتاب المقدس. يعني انا بس بنقي تعبيرات مؤدبه جدا، يخفض هيبه الكتاب المقدس، لان في ناس تانية بتقول لك لا ولا كتاب مقدس ولا حاجه، لكن هو بيقول لك لا كتاب مقدس طبعا على عيننا وراسنا، بس يعني احنا مش عبيد النص، نحن لسنا ديانه نصيه. تتقال كده في البوستات اللي بيكتبوها، التعبير ممكن يكون صح بس يساء استخدامه. الكتاب المقدس بالنسبه لنا في الكنيسه ابونا بيطلع من الهيكل حاطط البشاره فوق دماغه عشان نقرا الانجيل، يعني الكتاب المقدس فوق دماغنا، يوم رسميتنا اساقف هتحط على دماغنا البشاره كتاب مقدس عشان يبقى فكرنا متحكم بالكتاب، مش مجرد احترام. ده انا لما احط الكتاب فوق دماغي معناها هو فوق العقل، مش العقل يفحص الكتاب. طب العهد القديم ماشي ولا مش ماشي؟ اسمعوا دي قالها بولس في رسالة رومية اصحاح 15 عدد 4: whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the scriptures might have hope. في رومية 15:4 كل ما كتب كتب لأجل تعلمنا. لما يجي واحد يقول لك ده عهد قديم، تقول له ده كتب لأجل تعلمنا. وبعدين لما اتكلم في كورنثوس الأولى اصحاح 10 عن بني إسرائيل اللي عبروا البحر وبعدين سقطوا في البرية وهلكوا، قال هذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر. Now all these things happened to them as examples and they were written for our admonition, upon whom the ends of the ages have come. ربنا بينذرنا باللي حصل في العهد القديم عشان لما حد يقول لك ده في العهد الجديد النعمة والرحمة وربنا، في العهد القديم كان قاسي وشديد والناس بتموت. بولس الرسول قال لا، ده احنا كمان، ده احنا ازاي نزدري بعهد النعمة؟ اذا كان الناس اللي اخطأوا عوقبوا، احنا بقى اللي انتهت الينا واخد دوره، عندنا خبرة الاجيال وعندنا كتاب مقدس، ازاي نأثر؟ يقول القديس إيريناوس، إيريناوس ده هو يسموه أبو التقليد الكنسي، تنسوش اسمه لو سمحتوا زي أثناسيوس. إيريناوس هو المذكر بتاع إيريني، ماشي، متنسيش. إيريناوس قال إن الكتب المقدسة كاملة، إذ هي صادرة من الله وروحه حتى وإن عجزنا عن إدراك أسرارها. لأن في مرة أنا كنت أديت محاضرة عن مصادر التعليم في الكنيسة، وقلت أول مصدر كتاب مقدس، ثاني مصدر الآباء، الثالث لتورجية، ورابع مجامع وقوانين الآباء. فواحد كتب تعليق قال لا، مين قال كتاب مقدس نمرة واحد؟ ده الآباء هما نمرة واحد. أحيانا بعض المعلومات بيبقى فيها بعض الصدق بعض الحق، لكن بيبقى الهدف تشويه. يعني هو عايز يقول إن النصوص من غير آباء مش هنفهمها صح، لكن الآباء نفسهم احترموا النصوص. حدش تعالى على الكتاب المقدس. إيريناوس أبو التقليد الكنسي، ده قبل أثناسيوس. إيريناوس ده في القرن الثاني، سموه أبو التقليد الكنسي لأنه هو أول من كتب ما وصل إليهم عشان يوصلوا الأجيال الثالثة. قديس أثناسيوس الرسولي يقول إن قبل ما أقرأ النص بتاعه، بعض المعلمين المحدثين يقولوا أباء الشرق تأثروا بفلسفة أفلاطون، وأباء الغرب تأثروا بفلسفة أرسطو، ويرددون هذه الكلمات على أنها ثوابت، واللي ما يعرفش كده يبقى جاهل بالنسبة لهم. حقيقة ما نفتخرش أن احنا يكون مصدر إيماننا أفلاطون أو أرسطو. وبعدين لازم تعرفوا أن الشرق والغرب كانوا كنيسة واحدة لغاية القرن الحداشر. فلما حد يقول لك ده اباء الشرق اباء الغرب، تقول له في انهي قرن؟ ايام اثناسيوس.
أثناسيوس اسمه معلم الكنيسة الجامعة. بقى في الغرب النهاردة يقولوا أثناسيوس ده بتاع الشرق مش بتاعنا. الكنيسة جامعة شرق وغرب. كان كل الفرق بين الشرق والغرب هو الجغرافيا. دول في الشرق دول في الغرب. واللغة. دول يتكلموا يوناني أو بيكتبوا يوناني دول بيكتبوا باللاتيني. لكن بدأ الاختلاف بين الشرق والغرب بداية من القرن التاسع عشر. ولما انفصلوا في القرن الحداشر بقت الهوة عميقة بين قسطنطينية وروما. وإحنا كنا طردونا من بدري. إيه اللي دخلنا في الصراع بتاع شرق وغرب؟ وإحنا أساساً طلعونا من الشركة بتاعتهم من أيام البابا ديوسكوروس في مجمع خلق دنيا. فحكاية أفلاطون وأرسطو دي ما تخلش عليكم. هقول لكم أثناسيوس قال إيه. قال إن تعليم الحق يكون أدق ما يمكن حينما نستمده من الكتاب المقدس وليس من مصادر أخرى. هو بيقول أنا تعليمي جاي من الكتاب المقدس. نقول له أنت تأثرت بأفلاطون؟ يقول لي عيب عليك. بقى احنا يبقى التعليم في الكنيسة اللاهوت مصدره الفلسفة. هو ممكن جدا يستخدم نظريات فلسفية عشان يتكلم مع الفلاسفة علشان يفهموه او عشان يقدروا كلامه. لكن احنا استمدينا من بطرس ويوحنا الصيادين مش من افلاطون وارسطو. قديس يوحنا ذهبي الفم ومعروف بحبه الشديد للكتاب المقدس يقول في الكتب المقدسة لن نتردد مثقال ذرة أو نقطة إنما يلزمنا أن نبحث كل شيء فإن الروح القدس هو الذي نطق بالكل وليس شيء من المكتوب جاء بغير فائدة. إذن الآباء قدروا الكتاب المقدس. فأي واحد يجي يعلم في الكنيسة ومهما كان التعليم يعني زغلل العينين كده وجميل لكن لازم يحط الكتاب المقدس كمصدر أول وأساسي. طبعا الآباء يشرحوه لأن ممكن واحد يقرأ كتاب مقدس يفهمه غلط زي ما بيحصل في الطوائف. لكن هو يظل المصدر الأول. عشان كده معلمنا بطرس في رسالته الثانية صح 1:19 يقول and so we have the prophetic word confirmed which you do well to heed as a light that shines in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts, knowing that this first, that no prophecy of scripture is of any private interpretation, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. كتاب مقدس يشهد لنفسه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس. يصير هذا الكتاب هو الروح القدس. من الحاجات الجميلة في التسبحة بنقول او نيم ناي سيمفونية انت ناي بروفيتي سيف صوب نيطاف اير بروفيتي فين خين بايب نفما ان ترجم انت بقى لو شاطر. هقولها بالعربي وانتوا حافظينها في التسبيح. يا لهذه السيمفونية يا لهذا التوافق الذي لهؤلاء الأنبياء الذين تكلموا بروح واحد من أجل مجيء المسيح. هو اللي كتب القطعة دي بيتخيل ايه؟ السيمفونية معناها لحن جميل جدا بس في آلات كثيرة بتعزفه. وكلمة سيم فون فون يعني صوت وسيم يعني توجذر. سيمفونية زي سينرجية سين يعني توجذر باليوناني وباللاتين. فسيم فون معناها أصوات مع بعضيها. مايسترو واقف بيشاور بيسكت بتاع مش عارف الأورج وبيخلي الناي يعزف بعدين استنى وراح مخلي كده. شفتوا الحفلات الموسيقية الضخمة دي بس كلهم بيعزفوا ايه؟ لحن واحد. هو ده اللي اسمه سيمفوني. طب لو في وسط اللحن واحد عمل حاجة من عندياته يحصل ايه؟ نشاز. فالمايسترو بيشاور له عشان يزبط. مش عارف يزبط
يقول له اسكت، مش عايز يسكت اطلع بره، هيبوظ السيمفونية. فمؤلف الحتة دي في التسبيحة قال أنا شايف أشعية بيتكلم ودانيال بيتكلم. أشعية ده 700 قبل الميلاد، ودانيال حوالي 600، وداود 1000 قبل الميلاد، وموسى 1500 قبل الميلاد. إيه ده؟ إيه السيمفونية دي؟ وكلهم بيعزفوا لحن واحد، لغاية آخر واحد ساهم في العزف كان يوحنا الحبيب سنة 100 ميلادية، من موسى 1500 قبل الميلاد ليوحنا 100 بعد الميلاد، 1600 سنة سيمفونية بتتعزف. مين المايسترو اللي يعيش 1600 سنة؟ مين؟ الروح القدس. لو واحد من الأنبياء عايز يكتب حاجة من دماغه يقول له اقعد تكلمش. عشان كده كان في أنبياء كذبة. تعرف الكذاب من الصحيح ازاي؟ انه مش ماشي في السيمفونية. فعشان كده ربنا يقول بيتكلموا كلام وانا ما قلت لهمش. لما نيجي للمايسترو نقول له السيمفونية النهاردة كانت خربانة ليه؟ الدنيا هايصة ليه؟ يقول هم عزفوا من دماغهم، ما سمعوش ارشاداتي. الكتاب المقدس بريء من اي خروج عن السيمفونية. والعلم بقى كملت في التعليم اللي في الكنيسة. لما تسمع أثناسيوس وكرولوس سيمفونية بينهم 100 سنة، أثناسيوس البابا رقم كام؟ 20، وكرولوس 24، ما بين 20 و 24 في 100 سنة. لما تسمع ده وتسمع ده سيمفونية، تسمع معاهم أغسطينوس، تسمع معاهم ذهبي الفم، تسمع أباء الكبدوك سيمفونية، يطلع في الوسط الصوت وحش اسمه أريوس، الكنيسة تقول له اسكت بوظت اللحن، مش عايز يسكت. عملوا له مجمع عشان يسكت، مش عايز يسكت، فعملوا له ايه؟ طردوه بره. قبل ما يسكت بيحاولوا يظبط اللحن معانا. لغايه النهارده نفوس كثيره تريد ان هي تطلع مزاجها في اللحن بتاع الايمان. تلاقي عندنا الحكايه دي مثلا في الشمامسه، مع احترامي للشمامسه يعني، واقفين بنقول لحن جمال كلهم حلو كده صوت واحد، واحد يروح عامل طبقه غريبه، يا ابني ازعجت ودنا. شوف الناس بيضحكوا معناها فعلا متعذبين. دقلديانوس في الكنيسه يعذب الناس. الحان الكنيسه نموذج. امتى بنقول اللحن ده جميل؟ لما يكون استلمه صح وبيقول صح، اول ما يعدل فيه ويلمع فيه، وفي العربي يقول لك يعمل عرب، يعني عارفين العرب؟ معناها هو بلعلع، بوظ اللحن، بوظه. فاكر لما كنا في مهرجان الكرازة، لما كنا ايام قبل كورونا يعني، بنجيب اساتذه جامعه يحكموا في الكورالات، لانهم اساتذه جامعه مسيحيين يعني. ففي واحد كان بيقولوا لحن، ما هو لازم الكورال يقدم ترانيم لكن معهم لازم لحن، فقدم لحن وعمل فيه حبة ايه يسموها مش عارف توزيع ولا بتاع. استاذ موسيقى في جامعة الحلوان كلية التربية الموسيقية قال استوب، ايه اللي بتعمله ده؟ قال له انا متخيل ان انت اتبسطت من اللي انا عملته. قال له لا، انت تعرف مثلا تدهن الأهرامات عشان نحسن شكلها؟ الأهرامات محتاجة ندهنها عشان تبقى حلوة، هي حلوة كده. فلحن الكنيسة ده هو كده، اوعى تعدل عليه. إيمان الكنيسة هو كده، متحاولش تحسن فيه لأنه مفيش أحسن من كده، هو الإيمان ده مظبوط. عشان كده يبقى ما استلمناه نسلمه بالسيمفونية. خلي بالكم المعلم في الكنيسة اللي بيعلم الحان بنقيمه على قد ايه استلم صح وبيسلم صح وواضح. يعني في واحد بيبقى مستلم وبيقول بس ما يعرفش يسلم لانه صوته مش واضح، فما عادش يلقط منه. المعلم في الايمان بنحطه فوق دماغنا لما يكون استلم صح وبيسلم صح وبطريقة واضحة عشان ما يعملش مسليدنج. وهكذا في كل أمورنا الكنسية.
هختم طيب عشان الوقت. يقولوا في مرة قديس أنبا أنطونيوس كان قاعد وسط تلاميذه الرهبان بيدردشوا بيعلمهم بيشرح لهم بيقرأ كتاب مقدس ويشرح، وبعدين جاله واحد همس في أذنه إن الإمبراطور قسطنطين بعت له رسالة. فعينين الرهبان زغللت كده، الملك بعت رسالة لأبونا؟ فهو أخذ الرسالة عملها كده وحطها وبدأ يكمل كلام، فعينهم راحت فين؟ هو واخد بال. فقال لهم: لماذا تفرحون يا أولادي هكذا؟ للرسالة وصلتنا من إنسان، وهو ذا الله قد أرسل لنا رسائل كثيرة في الإنجيل المقدس، ونحن لا نقابلها بمثل هذا الفرح والحماس. ده موقف الآباء من الكتاب المقدس. افتكروا كمان: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. أبائنا القديسين كان الكتاب المقدس بالنسبة لهم دستور، وهو الدليل بتاع الطريق، يسموه في القبطي بيتشاف مويت، يعني اللي واخد الطريق وماشي، واحنا ماشيين زي ما قال نفس الكتاب ان سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، ونقول له: هيا خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. عايز أقول لكم قصة برضو فاني شوية على نيافة الأنبا رافائيل. قالوا على إزاي التواتر ممكن على ما يتنقل يوصل حاجة مختلفة خالص. تعرفين في مثلا في أمريكا إنجليش أمريكان أكسنت، وفي كندا كنيديان أكسنت، حتى في جوا أمريكا عند نيافة الأنبا يوسف الأكسنت بتختلف. تروح أستراليا تلاقي حاجة تانية. فنيافة الأنبا أنجيلوس اللي هو أسقف في إنجلترا مرة كان هنا فبيلقي محاضرة، فحد من الشباب جاله بعد كده يقول له: سيدنا I just love your accent. قال لهم: I don't have an accent, this is English. يعني عايز يقول ده الأصل، لكن كل اللي انت بتقولوه دوت اللي وصل لكم حاجة مختلفة، لكن في أصل حاجة اسمها الإنجليش. لا لا لا، كلكم ورغتكم. رختي دوت صعيدي أكسنت. أقول بس على ما الآباء يبصوا على الأسئلة، على موضوع اللي سيدنا قاله لنا، واللي أنا قلت لكم في الأول، إن أحيانا الإيمان بتاعنا هو اللي بيوجه حياتنا. يعني في مثلا ناس بيجوا دلوقتي يقولوا إيه؟ معقولة ربنا هيحاسبنا؟ معقولة ربنا هيودينا النار؟ ده ربنا هو أبونا. طب العقيدة ديت في حد ذاتها خبيثة ليه؟ ليه؟ لأن لو مفيش دينونة خلاص عيش حياتك بقى، مفيش توبة ولا، طب ونعمل ده كله ليه؟ طب ما خلاص اسمها بدعة الخلاص، بدعة خلاص غير المؤمنين. أي حد يخلص حتى المؤمنين نفسهم حتى لو مش تايبين يخش، كله هيخش السم، وده في الآخر أبونا. مش الفكرة حلوة؟ إيه رأيكم في الفكرة؟ ربنا ده أبونا اللي خلقنا اللي بيحبنا، فهيدخلنا السماء كلنا في الآخر. يعني فكرة في منتهى الخبث وخدعة شيطان. فلازم نقول طب الكتاب المقدس بيقول لنا ايه؟ ده انا مره صدقني انا مش عايز بس يعني اخد الوقت عشان نسمع الاسئله. مره كنت بدرس في مكان وارثوذكسي للاسف يعني، فالمدرس واقف بيقول ايه؟ بيقول في ربنا مش هيحاسبنا طبعا لانه هو ابونا. يعني لو واحد شايف ابنه هيتلسع في الكهرباء يسيبه يتكهرب؟ لا، ده ابونا. انا مستغرب وبسمع. فقلت له طب وإيه الآيات اللي بتثبت بها العقيدة دي؟ قال لي: هوذا أحب الله العالم. قلت له: يا سلام، ما هو أحب الله العالم بس العالم محبش الله. ويقول إيه؟ الله يريد أن جميع الناس يخلصون، هو يريد لكن الناس مش ما بتريد. فواحد جاي يقول لي I feel and I think. قلت له please don't feel and don't think. زي ما سيدنا كان بيقول دلوقتي البسيط بيقبل الإيمان كما هو، ولا ربنا عايزنا نفثنك ولا تفيل. فالعقيدة نقول الكتاب المقدس بيقول أبائنا علمونا كذا، قصة القصة فول ستوب، مش أكتر من كده. على الحكاية اللي بيحكيها سيدنا، في مرة كنت في اجتماع وبعدين واحد من الشباب رفع إيده
قلت له تفضل. قال لي فكرك في جهنم؟ قلت له طب فكرك انت ايه؟ قال لي تهويشه. تهويشه دي تكتب انجليزي بقى. قلت له ازاي يعني؟ قال لي انا اشرح لك. اتفضل. قال لي دلوقتي واحد نفس المثل ده، واحد قال لابنه لو اتاخرت هموتك، واتاخر يموته. قلت له قال لي هيك. قلت له طب في الاخر ربنا هيعمل ايه يعني؟ قال لي هيوقفنا طابور على الباب، كل واحد يديله قلمين ويدخله. سيدنا هي اتفضل ويجاوب بعض الأسئلة اللي وصلت. بس عايز أقول للخدام المسؤولين، احنا عايزين نطلع كتاب يعني بعد المؤتمر، عايزين نطلع المحاضرات كتاب والأسئلة، فحتى الأسئلة هنجمعها بحسب المحاضرة وتتجاوب في آخر كل محاضرة. الأسئلة حتى اللي مش هنلحق نجاوبها نبقى نطلب من الأباء يجاوبوها، نبعتها لهم ويجاوبون عليهم، فيطلع كتاب جميل قوي من المحاضرات القيمة اللي هي خاصة بالمؤتمر. حد بيسأل لما يكون ما عنديش حرب من عدو الخير، هل كده معناه أنا مش ماشي كويس مع ربنا؟ لا، أشكر ربنا ما فيش حرب، وربنا يبعد عنك الحروب. ما هي حدود المرونة في تطبيق القوانين في الكنيسة وتأثير بعض الاستثناءات في تطبيق التقليد الرسولي خصوصا في الطقس الكنسي؟ بصوا، احنا دايما بنبقى شداد جدا في حتة الإيمان والعقيدة، دي لا تغيير فيها، الإيمان والعقيدة. الطقس ليه تاريخ، الطقس اللي هو الممارسة ليها تاريخ، وفي علم بيدرس تاريخ الليتورجيات عن طريق المخطوطات. يعني ممكن يجدوا مخطوط للخلاجي مثلا من القرن 12، بعدين يجي يدرس ويلاقي فيه كلمات او في ترتيب غير اللي احنا بنصلي بيه النهارده. فاللي بيدرس المخطوطات يبتدي يتتبع، طب هو التغيير ده حصل امتى وليه؟ هيلاقي مثلا في القرن الفلاني حصل كذا، حطوا ديه وشالوا ديه، فليها تاريخ، وتاريخ ممتع جدا لما يدرس. فممكن جدا طقوس الكنيسه تبقى مرنه لكن الايمان لا. بس المرونه بتاعت الطقوس مش معناها كل اب كاهن في كنيسته يعمل حاجة غير التاني، ولا كل إبرشية تعمل غير بقية الكنيسة. وإلا أنا مثلا لما أجي أسافر من إبرشية لإبرشية ومن بلد لبلد، لا ما عارفش أصلي، كل كنيسة ماشية بنظام. ما تبقاش كنيسة واحدة، الوحدانية بتاعت الكنيسة أن احنا واحد في الإيمان واحد في الممارسة. لأن لما بنفتح باب أن ممكن حد يغير، ممكن جدا واحد يقول لك احنا عندنا في بلادنا في وسط الأسبوع ما فيش أجازات، فهنعمل أسبوع البسخة لمدة 3 أسابيع وراء بعض، جمعة سبت حد. احنا بلادنا عايزة كده، فنلاقي كنيسة شغالة في بسخة وكنيسة شغالة في القيامة وكنيسة شغالة في كياك. مش ممكن، متخيلش هذا يعني الوضع اللي بيبقى فيه عدم وحدانية الكنيسة. سؤال، كيف نثق في وعود الله غير المرئية زي مغفورة لك خطاياك، إني ذاهب لأعد لكم مكان وما لم تره عين، بينما نجد الوعود التي تكاد ترى لا تتحقق؟ زي ما بنصلي مثلا ما جمعه الله لفارقه إنسان، أنا هو رب شفيك أنصف المسكين سريعا، كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه، تطول أيامك على الأرض. وإذا كانت كلها ترمز لأمور روحية فقط، فلماذا اهتم يسوع نفسه بهذه الأمور والاحتياجات الجسدية؟ سؤال حقيقة حكيم جدا. يعني في وعود غير مرئية، مغفور لك خطاياك ما شفتهاش، لكن أنا هو الرب شفيك، مفروض بقى يشفينا. شوفوا، أنتوا لازم تحطوا حبة قواعد في فهم هذه الأمور. نمرة واحد، أن هناك قوانين للحياة وضعها الله نفسه، والله يحب أن هي تبقى قوانين محترمة احنا بنحترمها، فالله نفسه مش بيكسرها، منها المرض والشفاء. المسيح قال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لو أنت قلبتها يقول يحتاج المرضى إلى طبيب مش إلى معجزة.
فإذا الطبيعي إن العيان بيروح لدكتوره، بنصلي إن ربنا يشفي، أحيانا تحصل معجزة والإنسان يشفى، لكن المعجزة ما هياش قاعدة. وربنا نفسه بين لنا دي إزاي في أمور كثيرة. عند قبر العازر، القبر ده ما كانش قبر في صحراء، ده مدافن. المسيح لما دخل نادى العازر بالاسم، لعازر هلم خارج. ليه؟ لأنه لو قال أيها الشاب لك أقول قم زي ابن أرمات نين، كانوا في القبور كلهم قاموا. طب ما فرصة يا رب، حاجة تفرح. لا، حاجة ما تفرحش، لأن في قوانين للحياة والموت هو مش جاي يكسرها. لما راح عند بركة بيت حاسدة، كان مطروح حوالين البركة جمهور من المرض، راح أي واحد بس. طب الباقيين، هو عايز يدينا معلومة إن مش كل مرض يشفى بالمعجزة، وكل واحد فينا ليه سكة خلاص. عشان كده في صلاة الأنديل اللي هو سر مسحة المرضى، بنطلب الشفاء ونقول يعني إن كنت يا رب بتريد إن تنتهي حياته، أنا مش حافظ النص بالظبط، فليكن ذلك بيد ملائكة روحانيين ينقلونه إلى، يعني أحيانا يقول لك قولها سرا لحسن ودان المريض تنزعج، لكن هي كنيسة قصدة فعلا تتقال في ودانه عشان يستعد للأبدية. ذات نفس السر الأنديل ده، مش إحنا بنولع سبع فتايل مرة واحدة ولا واحدة ولا التانية؟ ليه واحدة واحدة؟ لأن يقول إن السبع أناديل بيشاوروا على السبع منارات اللي في السماء اللي شافهم يوحنا. فلما بننور واحدة ورا التانية، كأن بنقول للمريض اللي بيصلي خلي بالك قربت 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 الأبدية قدام عينيك، استعد. لأن أنا يهمني قبل ما يشفى إنه يروح السماء، لأن إحنا مولودين هنا عشان نروح السماء، مش عايزين نمسك فيها بأيدينا وأسناننا. صحيح المريض بنتمنى له الشفاء، لكن في الآخر إحنا نتمنى أي حد انتقل يكون راح السماء فعلا. فأحيانا إحنا بنفكر بطريقة وربنا بيفكر بطريقة تانية. سؤال هنا مهم، بيقول الكتاب المقدس واضح وكامل، فلماذا أقوال الأباء والتفاسير المختلفة والسبب في الهرطقات؟ صحيح الكتاب المقدس واضح وكامل، لكن هو نفسه قال في رسالة معلمنا بطرس الرسول إن رسائل بولس فيها أشياء عسرت الفهم، كما في باقي الكتب أيضا يحرفها غير العلماء غير الثابتين كباقي الكتب لهلاك أنفسهم. ده النص ده مهم جدا، إن أحيانا بيبقى قدامنا في الكتاب المقدس محتاج تفسير. أنا ممكن أكتفي بالسؤال ده بس هطول فيه شوية، اسمحوا لي، وبقية الأسئلة نبقى نشوفها يعني المؤتمر الجاي. لما قامت الثورة البروتستانتية في ألمانيا وفي أوروبا، اتخذت لها شعار سكريبتيورا سولا أو سولا سكريبتيورا، يعني إيه؟ سولا يعني أونلي، سكريبتيورا اللي هي سكريبتشرز، ده باللاتيني سولا سكريبتيورا، يمشي في الشوارع سولا سكريبتيورا يعني كتاب مقدس وحده. هذا شعار شكله براق، لكن عمليا ما نفعش، لأن هذا البروتستانت عندهم اجتماعات تفسير كتاب اللي ما عندهمش، ده شغلته. طب مش انت قلت سولا سكريبتيورا ساعة ما قمت قلت كتاب مقدس وحده، ليه بتفسر؟ هما رفضوا تفسير الآباء لكن هما بيفسروا، قالوا أصل فعلا في نصوص محتاجة تفسير. طب نفسرها ازاي طالما انت قلت سورة سكريبتورا؟ لا، وحل مدهش، قالوا الكتاب المقدس يفسر بعضه بعضا. ازاي؟ قال الآيات الواضحة تفسر الآيات الغامضة، فنقدر نفهم من جوه. طب مين هيحدد ان آية دي واضحة وآية دي غامضة؟ لا، دي مش محتاجة ذكاء. لا محتاجة، هقول لك ازاي. لما المسيح قال اصنعوا هذا لذكري، دي واضحة ولا غامضة؟ لذكري دي يعني ايه؟ هو بقى البروتستانت يقول لك لا دي واضحة،
ده ذكرى. وانا اقول له لا ده عايزه تفسير، ما كلمه غمضه معناها عايزه تاويل. طب تعالى العكس، جسدي ماكل حقيقي ودم ماكل حقيقي، واضحه ولا عايزه تاويل؟ احنا بنقول واضحه، هم يقولك لا لا هم صح. يبقى اختلفنا في امتى تكون الايه خدها ازيتيز وامتى محتاجه تاويل. طب نرجع لمين؟ هنضطر نرجع للاباء الاولين، هم فهموها ازاي، والا هيبقى كل واحد ماشي ورا دماغه او بالكثير ورا دماغ الباستور اللي بيعلمه، لانه قال له لا لا دي مش مقصود بيها اطلاقا انها للذكرى، ده جسد حقيقي ودم حقيقي، فانت مشيت ورايا. طب افرض انا مش صح، ليه تمشي ورايا؟ طب نضمن مين بقى اللي هيقول لي الصح من الغلط؟ لازم يكون لنا تعليم منحدر من الاباء. عشان كده القديس أثناسيوس قال تعبير رائع جدا ارجو تحفظوه، هو سهل عشان كده يتحفظ. قال ان كل تعليم في الكنيسه في فور كرايتيريا. اول حاجه قال من البدايه، التعليم ده لازم يكون من البدايه. نمره 2 وضعه الرب، 3 قرز به الرسل، 4 حفظه الاباء. ده موجود في رسالته عن الروح القدس. كل تعليم موجود في الكنيسه لازم يكون من البدايه. من البدايه يعني ايه؟ يعني ما دخلش في القرن الثاني او الثالث او الرابع او الثلاثة عشر، لازم يكون من البداية. يعني مثلا احنا الرهبنة ظهرت في القرن الرابع، لكن ده مش تعليم في الكنيسة. تعليم في الكنيسة معناها بألزم كل الناس بيه، لكن دي طريق حياة، طريقة حياة. يعني الناس عايزين يعيشوا بطريقة تانية غير بقية الناس، انت حر، حدش بيجبر واحد على الرهبان. فدي احنا عارفين تاريخ، لكن افخارستيا من امتى؟ من البداية. الكهنوت من امتى؟ من البداية. مدارس احد من امتى؟ حبيب جرجس. خدين بالكم يعني كل حاجة معروف. الايمان والتعليم لازم يكون من البداية. الحبل بلا دنس من امتى؟ مين يا ابونا ابراهيم قال الحبل؟ البابا اسمه ايه؟ بايرس. بايرس قرن كام؟ 13 14 حاجه زي كده. وهم عارفين كده مش بينكروا. نقول له طب ما الاباء ما قالوش، قال اه لكن البابا فلان قال كده. المطهر يقول لك لا ده البابا فلان اعلن عقيده المطهر وخلاص. طب قبل كده ما كانش؟ لا ما كانش موجود. فده مبدا مش مظبوط. عندنا احنا أثناسيوس الرسول قال كل تعليم لازم يكون من الاول، المصدر بتاعه هو الرب، وبعدين الموضوع ده كان بيكرز به الرسل وحفظه الاباء. واحنا قيمه الاباء عندنا انه بيحفظ ما استلمه ويسلمه. اول ما واحد يدخل حته من دماغه نقول له اركن على جنب. لالهنا المجد الدائم الى الابد امين. شكرا سيدنا. سيدنا نيافه الانبا رافائيل عمل لنا الانترودكتوري ليكتشر بعنوان ذا فاذرز الاباء، ذا ساينس العلم، اند ميثولوجي فكره الاساطير الكتاب المقدس. هل لما نقرا مثلا ادم، ربنا خلق ادم، ادم ده بني ادم حقيقي ولا ادم ده الهيومانيتي؟ لما مثلا الحية جت لحواء، فعلا ان في حية جت ولا الحية دي ترمز للشيطان؟ اخذ بالك كل. فهنا سيدنا بيقول يعني احنا كأرثوذكس نؤمن بكل الكتاب موحى به، وده لترال بناخده لترال. طيب مفهومنا ايه للوحي؟ يعني ايه اللي حصل؟ الوحي ده كده نزل على الكاتب وقال له اكتب ولا ايه؟ دي بقى المحاضرة اللي جاية ان شاء الله. نيافة الانبا يوسف بعد نص ساعة بالظبط، تاخدوا بريك ستريتش، خدوا سناك وارجعوا قبل نص ساعة علشان نبدأ في الميعاد ان شاء الله. اكزاكتلي هيبقى 8:45 8:45 please.